السلام عليكم الكبيدات، صافا لاباس عليكم؟ ربي خير، رمضان مبارك سعيد، يدوم عليكم بالصحة والهنا والعافية باش ما تمنيتو يا ربي. المهم كما كتشوفوا معايا انا وخديجة، خديجة هذا النهار جات عندي، هذا الاول نهار في رمضان، هذا الليلة ديال اللي كنا غنتسحروا فيها، وكانت خديجة جالسة عندي وما حنا ما كناش عارفين واش غنصوموا الجمعة ولا الخميس، مي كان ما كناش عارفين صراحة شنا في النص الليل ديك 9 د 10، عاد بان لينا بلي راه صايمين الخميس. صافي قلنا انا وخديجة نوض انا وياك نعجو الخبز، وكان حيت هي ما كانتش عارفة، قلت لها صافي بقاي باتي هنايا وميم طون تسحرنيت معانا. صافي نضنا انا وياها عجنا الخبز، صراحة عجنا واحد الدلكة ديال الخبز، قلت لها نديرو في الترموميكس، قالت لك لا خلينا نعجنو هكا بليدي. ايوا درنا لها القصرية وقلنا كنعجنو فيه، درنا تما نص دقيق ديال القمح، لا دقيق ديال الشعير، نص الشعير، ودرنا نص دقيق عادي كما قلت لكم، عجلناه وصافي عجنا نيت واحد تلك. كنا غادي نديرو الخبز، صراحه انا ما كنتسحرش، ولكن البدايه ديال النهار كتجيني شويه صعيبه. في الاول كنبدا ناكل كنبقى غادي هكا كنحيح السحور، كنولي غير نفطر، صافي كنفطر عادي، صافي وكيبقى كدليلات نفطر حتى الغد لي عاوتاني كنفطر، غير كنفطر عادي جدا. المهم عجنا العجينه، قالت لك لا العيا وليا يديتها، قالت لك اجد لك، لا حاول تعرف شحال هادي انا ما دلكت العجينه، الله يخلف على الترموميكس، الله يرحم ليه الوالدين، يدلك هي خلالي كنفشفشه ما ديري والو. انا العرض اول نهار في رمضان خاص داك الشيء يكون بهذا الخوف، تبقدو على بدا يدخل معنا رمضان، صافي ما تنقدو نديرو والو، ما ديرو غير اللي عمرني شفت هذا الشيء، ما تنساوش هذاك بلا عيال كنتي مجدد في الاول في رمضان، هي كتجي داك الجديد خاصة نقدروا ودا طاطا نسمع لي بلي دوك تاكد باش كيدوز القلب اش كيقولوا لي سميتو ما زغت هادشي ما كيترتق عندك قلبي يترتق زيدي الماء ديال الماء ديال الماء اللي بغيت ترتق هذا ديال الماء ديال الماء راه بنت قاصحه شويه رشي رشي ما كتري ما تدمي عارشي حنا رشو راه ترتق درك يا حي راه ديما دلكتي راه حشتي دلك تسترد كثير مامي حقا بنت كل عمر هذا يدلك هتا يخليها في ونحن نقعد نقولوا شبع عصي خليها مسكينه غير متلوقه نديروا هابي ما تدينا قد بوي لك نعتين حقا بلا لا بغينا ندلي وانت جينا انا تدلكي شحال مره خبصت فراينا ما كان دلك ما ولك نخبص نحب بس تقول لي قاسحه بساعتي بسني انما قدام الله بساعتي بسني مدلوكه مزيان واخا تكون عندك يومين تبقى طيبه والله انا دايما معاك تحتي تختار الكونجيلاتور ونفورها وتولي تطبع لي مزيان انا حنا هاد العذب كاع هي حتى دوك الناس اللي كيشدو يديروا الخبز يحطوه سيمانه في الفريكو بس كتفورها كيطلع بحال انا طايب بحال انا طايبه بارك الله عليكم ولا سخنتي في المقلع المسمن اللي كنحطو المسمن يومين هي نعتي وكيلي خليها سيمانه وضع دار الطبق انا سيمانه انا سيمانه ما خليت يد في الثلاجه كيبقى يفطر به المسمن ماشي المسمن داك الخبز عادي لا هو ما يكونش زوين انت خدجه المدينه دروك هاد الساعه صافي برك عليها كافي صافي ما باش ترتقى هي شتا الجحن ما بالو رتبه ولا قاصحه وقيسي تاع ايه ويلي لا ترتق ما ترتق ترتق ما ترتق كتسنى العجينه ترتق ما عرفت انا عمري شي عجينه كترتق. المهم سي با غاف درنا كويرات هكا، المهم درنا المخمار وخبزناه وخليناه على جنب ومشينا لا مشينا نعسو كلبوش على الله عيينا دقدقنا تعرفوا انا الدقدق كان كيتحب لي واش رمضان نهار الجمعه الساعه رمضان طلع الخميس كليتها في عظامي كليتها في عظيم الله الا كليتها في عظيم. المهم درنا غير خبز عادي كنظن باش فطر الحليب فاش فقنا صافي درنا غير الزبده والعسل ليه وكلينا غير الاول. من بعد ما كنبقاش نتسحر في رمضان كنولف هذاك الكرش ديالي غير كنفطر صافي وكنخليها حتى الغد اللي عاوتاني نفطر. المهم شهر رمضان راكم عارفين اللي بغي ينقص الوزن في شهر رمضان راه مزيان. عاد فقت من نعاس ياك وغادي نمشي دابا للحانوت غنمشي نتقدى بموات فانيد اي حاجه عرفتو حنا عندنا واحد العاده عندنا هنا في الدوار ولا حنا عندنا في الباديه اون جينيرال ماشي في الدوار جميع القو جميع زعما البوادي حتى في الباديه ديال في ديك البلاصه الفيلاج ديال با وهنا الفيلاج ديال ما عندنا اون فيت كل رمضان كل الاول ديال رمضان الناس العيالات كيخرجوا اللي قسم الله سواء كانوا سواء كان فانيد سواء كان مسكه سواء كان زيت وخبز يعني ما كاينش داك كل واحد داكشي اللي عنده في دارو مسكين الله يحسن العوان. الناس راهكم عارفين الدنيا غاليه وكلشي غالي اللي عنده شي بيم واللي عنده شي حلوى اللي عنده شي فانيد اللي عنده شي مسكه اللي عنده غير كاين اللي مساكن كنعقل انا فاش كنت صغيره نقص عليا الصوت شويه باش نهضر كما قلت لكم كنعقل انا فاش كنت صغيره كنا كنخرجوا حدا الروضه اي بلاصه كاينه حداها الروضه هما
المقبره، اي بلاصه فيها المقبره كنمشي وحدها الدراري الصغار. المقبره عارفينها العائلات غادي تلم وحدها، النساء ولا الرجال اللي كان من الاغلبيه كيكونوا النساء كيخرجوا مسكن الصدقه. كاينه مسكينه اللي كتخرج غير الخبز مدهون بزيت العود والعسل، اولا الخبز مدهون بالزبده، اولا كاينه اللي كتخرج قلت لكم غير الليمون، كاينه كتخرج كل اللي عندها مسكينه في دارها. كاين البلي بار كيجيبوا الفاني ديال المسكه، انا عارفه مي انا يا هاد الصراحه هادشي ما عمرني ما درتو هادشي. شفتوا فاش كنت صغيره كل عام كل عام كل عام كنت تكوني كتكوني صغيره عرفتي فاش ما كتكونش فيك سلم المراقبه كتكوني كتحشمي يد دابا ما يمشيش يد ما غاديش يمشي حتى فهمتوا سلم المراقبه ما يقدرش يمشي. مي فاش كنا حنا صغار ديك الساعات كل عام الاول ديال رمضان كنمشيو شدو كنسموها الصدقه، نمشيو شدو الصدقه. وانا قررت هذا العام انني نمشي انايا نفرق شويه على الصغار، ما غنوري ما نوري وليدات حد، ما نصور وليدات حد. الا قدرت نصور الا قدرت نصور شي حاجه راه مزيان نخرج نشري بيموات اللي قسم الله اللي قدرت عليه اللي في جهدي، غناخذ بيموات ناخذ فانيد ناخذ مسكه ندي معايا إليان. إليان ما عمره ما شاف هاد الاجواء مسكين، اياد ما عقلش واش شافها ولا لا. مي اياد ما كبرش في الفيلاج، إليان اللي كبر في الفيلاج، اياد كبر في المدينه داك الشيء ما كيديروه نفس المدينه، اولا انا اللي ما فراسيش ما نكذبش من الناس تاع المدينه عمرني شفتهم داروهم، ما زعما عمرني تلاقيت مع هاد الشيء في المدينه. وكي حنا في الفيلاج كنديروا هكا كل الاول ديال رمضان ضروري ما كاينش ما حيداش طبيب. العام اللي زا نفس القصه قلت لكم غنمشي ناخذ هذاك لي بونبون ولا البسكوي ولا اللي قدرت عليه قد ما عندك خرجي، ماشي ما عندكش ما تخرجي والو. كاين اللي كنمشي تما مساكن حضروا داك يجلس غير يجمع وليداتو، بحال دابا كاين شي ناس وليداتهم كاين في المدرسه ما يقدروش يجمعوا الصدقه كيمشيو يجلسوا حدا المدرسه. اذا تما كتقول لك راه عندي ولدي، كتقول لها واش بغيتي، تقول لك راه عندي ولدي صافي فهمتوا. وصافي غنمشي نفرق عليهم واحد شويه شويه ديال الفاني ديال البونبون، نعيش انا التجربه ونصور واحد الصراحه نعيش تجربه نتكونسونطرا معاهم. يلا معايا نشوفوا، المهم اللي قدرت عليها نصور. حنا ما بغيتش نصور ولاد حد الا ما خديت الاذن ديالهم، الله يعلم مساكن الله يحسن العوان شي ظروف بحال هكا. الانسان فاش كتعطي الصدقه حتى واخا يكونوا وليدات صغار، الانسان فاش كتعطي الصدقه اولا واخا راه واخا دري صغير راه انسان، فاش كتعطي الصدقه راه والديه ما تعرفيهمش واش بغاو يوروا ولادهم مسكين كيشد الصدقه ولا ما كيشدها، سواء كانوا حوايج سواء كانوا ماكله ما تعرفيش واش بغاو والديه، حيت راه هو ليماج ديال والديه، راه الدري الصغير راه ليماج ديال والديه فهمتوا. الله يعلم هي الصدقه ما فيها والو حيت غير الفاني ديال المسكه زعما، ولكن الدري الصغير اصلا كيبغوا الفاني ديال المسكه. ولكن الله يعلم يعني داك الشوكو كاينه بشي جمعيه ولا شي حاجه غتقدري تاخدي الاذن، الجمعيات كتخدم لهم الاذن يخلوك تصوري ماشي مشكل الدري الصغير حيت هما اللي كيعطوا الاذن ولا لا. اما بحال هذا الشيء اللي ما سولتيش ولادهم بلا ما تصوريهم، مازال كون كاينه الام ولا شي حاجه تسوليها هي فهمتوا. صافي وانا غادي نمشي لازم معايا باش ندير التجربه انايا. جو سوي اكسايتد اي ام اكسايتد، نزل عليا النور ياك حسيت براسي صليت وين نزل عليا النور. والله ما دايره لا مكياج لا والو، جانيت ياك جانيت كنحس براسي البارح كنت لا علاقه، واليوم في الصباح صبحت صايمه صباح وجهي منور وصليت صلاه الفجر وانا متنور ياك. الله يهدينا الله يهدينا، نصلي كل نهار ماشي غير فقط رمضان. عارفه خاطئه عارفه كندير الغلط، ولكن ربع المره كاين شي غلط وكاين اغلاط هما. بعد مره كتكوني كتقولي انا فاش ما كنصليش كنادي غير راسي ولا بيني وبين الله. الواحد ما يديرش اغلاط ما بينه وبين الانسان الاخر اللي ما يقدرش يسمح ليه، الله يقدر يسمح ليا ولكن الانسان ما نعرفوش يسمح ليا ولا ما يسمح ليا، يقدر يقول يا سمحت لك وما سمح ليا كاع فهمتوا. يعني الاغلاط نديرهم الا بنديرهم نديرهم ما بيني وبين داك اللي خلقني، على الاقل يسمح ليا ولا ما يسمح ليا بيني وبينه. لكن فاش ديرها انسان اخر ما تعرفي واش يسمح ليك ولا ما يسمح ليكش فهمتوني. دابا بغيت نوصل لكم ياك راه ماشي انه كنقول لكم الله يهدينا عرفتوا، الله يهدينا ما يمكنش نكون بارفيت الله يهدينا، راني كنحاول ما في جهدي ولو ماكسيموم انني نكون زعما انسانه واعيه ريزونابل بعقلي. ولكن راه كاين كيتفافى لك بعض المرات المخ، بغيتي ولا ما بغيتيش كيتفافى لك، والشيطان الشيطان مدير لهذا الشيء ولا حتى النفس اماره بالسوء فهمتوا. زعما راه كنبدا نتسلسل عليكم دابا، راه رمضان هذا وليت الحاجه حياه طونسيون، غنمشي نفرق الفايده المسكين غنولي الحاجه حياه. حنا حيت حنا فاش كنا صغار الحاجات دوك الناس اللي بعقلهم ما كتلقيش تما الناس بقدي ما كيفرقوش، ما كاينش الناس بقدي انايا دابا وقع صغيره عليهم كيكونوا الحاجات اللي بعقلهم قد ما. وداكشي تشوفيها جايبه الفانيد تشوفيها جايبه المسكه بموات. كنا داك الساعات فاش كنا مساكن غير دوك الناس اللي ميسورين الحال هما اللي كيجيبوا الفانيد والمسكه، مال بالبار كيجيب مسكين غير الخبز والزيت مع العسل فهمتوا. اللي ميسورين الحال هما كيجيبوا الفانيد والمسكه وبموات كيصرفوا مع الدصاري، وكي حنا ما كنطيحوا عاد دوك اللي يجيبوا الفانيد والمسكه نشدوا الفانيد والمسكه المساكن اللي يخلف عليهم الصدقه ما فيها كما كانت، صدقه كما كانت صغيره ولا كثيره ممكن تحسب صدقه وصافي يلاه
حسيت براشي فمي نشف جاي نعطش نقول بنت نشرب واحد الكاس تاع الماء تفكرت الصايمه انا خاص النهار الاول خاصني نبقى عسه ورد البال لا نمشي نقفر نمشي نفطر راكي اكس النهار الاول ما كنكونش عابره مكنا مزيان إليان لا بس الحمد لله الحمد لله جيب عامر والخنشة عامر شنو جمعتي انت جمعتي لي كاطو ديال وخليك تهوى يشد عطاو يشد هو قال لي ويهضر ما عرفتش مجمع اش يقول له علب ها تي ميساو سي يلا عطاو ميساو سي الساشي نو 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 واش نجمعتي خليش وين قوم فين غادي اش غادير داكشي الفريده على ربي اللي جمعتي اش غادير قال لك غادي بعقلك تسنى تسنى بلاتي هو قال لك غادي بعقلك الناس صنعت البومبو للبيبي صنعت البومبو للبيبي هو صغير صنعت البومبو للبيبي مسكين صنعت البومبو للبيبي تخرج وحده لكم سي إليا اللي دخل شوفوا رمضان مقصت ليه ما شافنيش ما عرفنيش ونقصت ليه هزت لي واحد الحفنه راه كانت هادي فيها النص تبارك الله هاد الميكا ودابا نقصت ليه حيت ليه شي وحدين وقال لك هاز شوفوا شوفوا هاز وندغى شكشي فرحان هو انا ما قدرت فرحان ويلي هذا الشيء تاع شوين قوم عمر ما وصلوا قد هكا تاع شوين قوم دائما كنعطوه شوين قوم كنقطوا ليه نعطوه مسيكه في شحال شوفوا شوفوا فرحان شاد شي مسكاه عديها يا ها بوم بوم مسكاه هذه مسكاه ماشي بوم ديها ها ها اوفر لا بوش اوفر لا بوش باش فاكسين اي هي لا اوفر لا بوش اوفر لا بوش في فوق في شوين قوم في شوف واحد اللبزه تاع المسكه ديال في وجهته وفرحان اللبزه ديال المسكه وفرحان يعطوه يتلاقى معاه هو صغير الا مرض الاخرين دري صغار كيجوا دري صغار كيجوا كيمدوا لي كيديهم ولكن هو صغير وما كيعرفش يمد عمره ما شاف هذا الشيء مازال وهو واحد غير صغير ورجع تاني عندي يقول لي هاك يلا هاكا ماما هاك انت ياك صغير هاك يشدها حتى هو على ويشدها حتى هو صغير ويشدها فقسني هلي هالزين وداك الزين وداك الزين السمر والسمير ديالي وجد ضغط المسكه وعمر الرام ديال المسكه عمر داك الفم بالمسكه عمرو يها ها اشوف نشوف مسكه ها ها عمرتيه بالمسكه دنسة شوف شحال غياكل مهم بنات هنا غادي نوريكم واحد الوصفه زوينه تقدروا ديروها هنا راه الوقت حتى وقت الفطور وخا تعطل شويه غادي نوريكم هنا واحد الوصفه طلبي ليا البنات 300 غرام ديال الحليب الباناكوتا البنات تقدروا ديروها وتجيكم سهله وزوينه تاكلوها مورا الفطور كتجي غزالهكم ديسير غتاخذوا 300 غرام ديال الباناكوتا ثلاثه الوريقات ديال الجيلاتين وغتسخنوا داك الحليب مع شويه ديال السكر شوفوا السكر على حسب الذوق انا طالبي ليا 60 غرام ديال السكر درت غير شويه خديت واحد الفاني نتوما ديروا غير الساشي تاع الفاني اللي ما عندوش الساشي انا هذه حليتها ودرتها تما كطيب كتعطي مذاق احسن الا كان الفاني الفري ياك وغادي تسخنوا داك الحليب طيب بحال كطيبوه بحال كتفيضوا الحليب ياك من بعد كتفيضيه كتزيدي عليه داك الجيلاتين اللي درتي في الماء كتقطريه مزيان من الماء وتزيدي عليه وكتزيدي عليه واحد 300 غرام ديال لاكريم ليكيد يعني لاكريم فريش القشده الطريه كتزيدي عليهم 300 غرام البنات هذه وصفه ديال تيرموميكس الباناكوتا اللي كتشرو من كتلقوها في لي سيرفاس كتكون المذاق ديالها عيان هذه راه غادي تجيكم زوينه وبنينه انا كنستخدم هاد لاكريم البنات اللي كتقدروا تستعملوها للحلو والمالح في نفس الوقت المهم بعد ما سخنت هذيك لاكريم ما طيبتهاش ديك لاكريم غير سخنتها شويه فهمتوا معاها وكيجي لا تيكستور ديالو هو هذا الشكل كيكون الجيلاتين داب في الحليب سخون داك اصلا الحليب سخون دار باش يدوب فيه الجيلاتين فهمتوا وكتغبيوها في الكيسان انا هنا ضبطت لا كونتيتي اوكي كتشوفوا عندي الكثره راني ضبطت لا كونتيتي درت 600 غرام ديال الحليب و 600 غرام ديال لاكريم فريش كتخليها في الثلاجه ولا في الكونجيلاتور حتى كتقصى حتى كتجمع
كيتجمع داك الجيلاتين عاد انا نوريكم دابا شنو غادي ندير في شنو سمو في الكولي اللي غادي ديري عليها. المهم نتوما تقدروا تاخذوا اي فخوي، انا درت فخوي ديال لي ميختي، هو اللي كاين دابا لا سيزون ديال الميختي، يعني كاين الميختي. انا راه لحقات الوقيته راه جايد من المدرسه، انا راه كنت كيت واحد شويه نعس ونعست إليان هنا فاق مقابلني غير دصارة عدبني غير دصارة صافي دصار دصار ماشي دصار هو ماشي دصار مي حركي بليتو كيبقى يتحرك كيعذبني الصراحه. المهم هنايا درتو في الثلاجه خليتو يبرد واحد شويه بان ليا تعطلت الوقيته لحقات حيت هو كيبغي الوقت بزاف، درتو في الكونجيلاتور. هنا خديت نتوما ديرو غير 150 غرام ديال ديرو 150 غرام سوا فخاز سوا ميختي سوا فرامبواز اللي عجبكم. المهم فخوي وصافي فخوي يكون غوج فهمتوا، ولا ديروا المونغ تقدروا ديروا بلاصه المونغ. غزيدوا عليه شويه تاع السكر، انا ما كنقول لكمش السكر شحال كنزيد حيت السكر انا كندير غير نقيطه ديال السكر، ما كنديرش السكر في لي فخوي ديالي في لي ديسير ديالي، يعني محيده السكر. نتوما راه كندير لنا غير شويه داكشي السكر، نتوما ذوقوا على حسب هذاك ميزانكم، طيبوا هذاك مع السكر مع شويه تاع السكر صافي، غير شويه تاع الماء ما ديروش الماء، هي شويه تاع السكر وخلوه كيطلق داك الماء ديالو، وراه كيجي على هذا الشكل البنات كيجي زوين، كيجي بحال الكونفيتور تقدروا تحضوه وترضوه كونفيتور هذا في نفس الوقت. ما بلا ما بغيتي دير ليه الجيلاتين ديروه، ولكن انا من الاحسن ما يجيش مع الجيلاتين، كيجي هكا بحال الكونفيتور تخلوه غير يتجمع شويه كيولي بحال الكونفيتور كيقصح واحد شويه. غادي نديرو ساموسي، ساموسي كاتبينها ما هي ساموسي، هي واحد هما بريوات بالخضره ياكو. طلبوا لي 50 غرام ديال الزبده، هاني ذوبت 50 غرام ديال الزبده ياكو، ذوبتها وخلطت على جنب صافي باش نحتاجوها من بعد. هاك هاك رديت معاك من بعد الثلاجة. الو طالبين لي هنايا البنات داروا لي قالوا لي انا كنضوب لي كونت، طلبوا لي 60 غرام ديال البصله، انا درت ذوبلت فهمتوا؟ واياد اياد اللي غادي يدير سميتو اياد اللي غادي يديرها. طلبوا لي هنا 175 غرام ديال الخيزو، واش كيبان لكم ولا لا؟ انا درت الضوبل عاوتاني، بغيت يكون كثر حيت عندي، حيت طالبين لي غير 6 ديال الفوق، هما طالبين لي 6 الوريقات ديال البسطيله، انا راه عندي كثر، انا عندي 10، داكشي علاش زدت هادشي فهمتوا؟ هنا طالبين لنا 200 غرام ديال الكورجيت، راه بصله درت بصله خيزو كورجيت كلشي غادي تقطع هنايا وغادي تشلط وغادي ها شويه حبش بدي صبعك معاك غير شويه سير لا فيتاس سير سير لا فيتاس سير سير لا فيتاس وقيلا سير اللي سير قطعهم بجوج هزهم بجوج قطعهم في نفس الوقت. لا انا واش بقى فيها. المهم اياد قال لك يلاه بغا يديرها اقيب شويه على صبعك ورا عرفتي هذيك ديال التقطاع مش تيها كاع قاس قطع فوق الموبل سي با كاف هذا ماشي موبل ما فيهاش سير ماشي مشكله هي تقطع تقطع صغار غادي تطحن مازال تقطع تقطع كبير ماشي مشكل قطع على ثلاثه هذيك انت قاس تقطع لي صغيور ماشي مشكل على ثلاثه غير قسمها انا هنا تقطع سير اللي ماشي مشكل سير بلاص مزيان ديز سويفون لا لا غادي يديروا كيغا سوب دو كوري انا نعطيك الكوري ودير معلقه طالبين لينا بلاتي هي نوريهم طالبين لينا الكوري معلقه ديال الكوري حنا غادي نديرو جمع كوب حتى نقول لك صافي عندك تكب لي سير 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 باقي صافي حبس حبس هادو هما الجمعين لقات هكا هكا تقريبا هو حنا ما طابينا معلقه ان بوكي دو في ان بوكي دو في دو كوريوند شويه ديال القزبر غادي نجيب دابا انا مش جاب لي القزبر غادي نقطع شويه ندير ليه فريش غادي ندير هكا وما لقيتش ما جابش على الفخي غادي ندير غير الكونجلو سي با غاف مزيان حتى هو معليش غادي نزيدو الملحه بابو يا حبيبي معاوني غنديرو مليحه القياس ديال كل واحد الملحه ديالو واش نبغي هذاك الشيء كنسولو حنا راه ما جمعناه حنا ما هديش هذاك العادي انا ما قلتي غنديرو بزاف ملي تفهمنا واش نتي اللي حطيتي ليه انسيري صافي غادي نديرو هذا دابا ونطحنو هادشي كله غنطحنو غيتغطى ومن بعد غادي نرجع لكم سير يلا سير اياد طالبين لينا شويه ديال هادشي كله البنات شفتو كيفاش قطعناه حنا ما قطعناه طحناه بحال هاد الشكل اي السنداله يلا سير عند بابا قول يعطيك السنداله سير سير نمشي عند بابا هو زيد دير زيت العود اولدي دير زيت العود دير 6 المعلقات نتايا حيت راه درنا الدوبل صافي صافي حبس تصدني معايا القطة تمديتي مع القرع عرفتي شحال الزيت دابا داير كب لي القرع بغى يقلي هذا سير يلا دير انسيغي الكوفاخ وحيد داك لو بودوزور ايما ميتي لو ميتي لو بلاصي لو فاغوما دير الفاغوما دير
دابا هذا غادي نشحروه الاما غادي نشحروه هاني معكم بحال كتشحروا عادي. سير دير هذيك دير هذيك تما ديرها دير فيها سير كفا كلها يلا باش ندوزو للبلا الاخر ان شاء الله. سرحها بحال هكا خليها طيب فوالا يلا سير يلا سير دور دور صافي يلا دابا غيتشحر وغادي طيب لنا حتى هذيك معاها وصافي. المهم راه انا البريوات ما كنعرفش اختي نقاد ليهم ما بغاوش يتقادوا لي عييت معاهم ما بغاش يا اختي حتى في الثيرموميكس ما دايرش ليا كيفاش ندور ما داير ليش هذاك الفيديو هما فين كيديروا الفيديوهات كيحطوا لك فيديو باش تشوفي كيفاش تلوين وما بغاش يتلوى ولا نكذب عليكم درت واحد اللويه ديالي ولا واه ما عرفتها بريوه ما عرفتهاش هذا الشيء هانتوما شفتوا المهم ما طلعتش المهم هو المشاركه المهم كاين البريوات هانتوما هذاك الشيء داكشي وزدت هما الخليط شتو كيفاش وزدت عليه وطالعه من واحد الريحه ما نعاودش لكم لذيذ لذيذ من والو ولذيذ باينه فيه لذيذ انا كندهنها بشويه الزبده حيت ما بغيتش يكون داكشي مزيد بزاف فهمتوا غير شويه وما غاديش نقليها في الزيت نديرها في الفران نديرها في الاولكلاود ماشي في الفران وحيت نجرب في اللويه كاين شي غلط في هاد اللويه تقولي تقولوا كاين فيها شي غلط ماشي تلهي انا ما عرفتش كيفاش ولكن فيها شي غلط هانتو انا راه غادي كنكون غاديه مزيان وفي الاخر كتخسر ليا ها هي مزيانه دابا هي عاوتاني مزيانه دابا والله الا تقدت واو شفت الكاميرا هي دخلت قدت كاع هانتو واختي هذا جهدي عليكم انتوما المهم المهم راه بريوات حيتو عليا الحي المهم تشوفوا الوصفه اش بغيتو نتوما تدور ديروا غير سيجار كاع اللي ما عرفات ديروا غير سيجار غير نتابع من ديروا غير سيجار شوف يديروا غير سيجار بالي هاد القضيه ديال التلويه ديال البريوه انا كنيتي بريوه وما نعرف نلوي البريوات يلا الوغ هانتوما فاش كيطيبوا هذا هو الشكل النهائي ديالهم بغيت نهضر معكم البنات في واحد الموضوع اللي هو الصراحه الصراحه كاينين شي بنات حطيت ستوريات وكاين شي بنات كيقول لك راه كتسلي غير في رمضان عبدي الحريره لا لا هذيك هضره ما خصش الواحد يقولها هذيك كديموتيفي الناس اللي الناس كيتوقعوا انه اي واحد كيصلي في رمضان كنتوقعوا ان الصلاه تشد فينا كنتوقعوا ان بغينا نكونوا احسن تشد فينا الصلاه ديالنا ونصلوا كل نهار حتى حنايا لهذا كان فاش كنصلوا في رمضان كنتمناو من الله انه حتى حنايا نولوا كي الناس ونعاودوا نصلوا ما عمر كي شي واحد باي اكزومبل بدا كيصلي في رمضان ولا كيصلي وكيقطع تجي انت تقولي ليه لا كتصلي وكقطع ما خصك تصلي هذيك ماشي هضره البنات ما كتقالش ديك الهضره الناس كي عادي ان الواحد يصلي ويقطع عادي حنا انسان يعني حنا الانسان بطبعنا خطائين يعني خصنا نخطئوا خصنا نديروا شي حاجه زوينه ونعاودوا نخطئوا عاوتاني الانسان بطبعه كيكون خطا كل نهار واخا يكون ما عرفتش كيفاش كيكون راه كيخطا الامام راه كيخطا فهمتوا وكيقول لك لا ما خصكش تصلي نتوما عبدي الحيره كتصلوا ولا كتصلوا غير في رمضان حيت لا 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 بالعكس هذاك الشيء حنا كنتمناو كنصلوا في رمضان وكنطلبوا كنقولوا يا ربي ثبتني على الصلاه ديالي نبقى نصلي دائما يا ربي كنتمنى خير كل رمضان كنتمنى خير والله يقدر انايا ما كنصليش ولا شي حاجه بحال هكا ولكن انسان باش يجي يقول لك بحال هكا خصو اولا يوزن الهضره ديالو حيت داك الانسان كان غيصلي في رمضان باش يتوقع انه يصلي كل نهار تجي انت تقول ليه ديك الهضره كتحطمه ما ربما داك الانسان صلى في رمضان راه يقدر يبقى عنده الدوام على الصلاه ويبقى يصلي كل نهار ماشي في رمضان فهمتوا اذا الانسان ما تحطموش وما تقولوش ليه لا ما تصليش راه هذاك الشيء ما كيداش ولا خاصك الدوام ولا لا بالعكس حفزو قول ليه مزيان صليتي ودابا خاصك تكمل عليها باش تكون مزيان مع الله راه انت مزيان انسان مزيان خاصك غير الصلاه فهمتوا كيفاش كنقول لكم كيفاش كنشرح لكم المهم هذا الشيء هو اللي بغيت نقول لكم وهذا هو الباناكوتا ديالي وغرو بيزو تهلاو فراسكم ما تنساوش واحد لايك الفيديو